النهارده دكتور علياء قطبي، استاذ اطفال تخصص امراض قلب الاطفال، كليه طب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا وسهلا. دكتور اهلا بيك. اهلا بيك. كنت عايزه اسال حضرتك ايه اعراض واسباب الحمى الروماتيزميه عند الاطفال؟ الحمى الروماتيزميه بتيجي بعد الاصابه بالميكروب السبحي في الحلق. الميكروب السبحي ده بيجي من ان الحلق واللوز تلتهب ويبقى ممكن عليها مده، ووقتها الطفل بيسخن وممكن حراره تبقى عاليه، معاه وجع في بطنه ويبقى مش عاوز ياكل. والميكروب السبحي ده لازم يتشخص عن طريق دكتور متخصص وياخد علاج، لانه هو بيلخبط مع ادوار البرد. ما كل الناس بيجي له وجع في زورهم، بس ده معهوش رشح ولا عنده دموع في عينيه ولا حاجه، لا ده وجع في زوره بس وعنده مده في زوره. وقتها الصح ان احنا ناخد عينه من الحلق، وان احنا بناء عنها لو طلعت ميكروب سبحي فعلا ان احنا بندي مضاد حيوي لمده 10 ايام عشان اقضي على الميكروب السبحي. ليه؟ لان انا لو ما عالجتوش بعديها باسبوعين، في ناس معينين عندهم استعداد يجي لهم حمى روماتيزميه، الناس دي ممكن يجي لهم بعد الميكروب السبحي تاثير في مفاصلهم وصمامات القلب او حركات غير طبيعيه. التاثير بتاع المفاصل ومفاصل تورم او تجع وتنقل احنا ما نخافش منه قوي، لانه بيروح ما بيسيبش اثر. اللي بيخوف في الحمى الروماتيزميه هي اصابه صمامات القلب، لان اصابه صمامات القلب للاسف بتسيب اثار دائمه. يعني ممكن بعض الاحيان الطفل يجيله روماتيزم في القلب والصمامات تطلع سليمه، بس ده في اكثر الاحيان بيأثر لي على الصمام الميترالي، وممكن الصمام يأثر لي على الصمام الميترالي والاورتي، وبالتالي يبقى لازم اعالج الاول كويس الميكروب السبحي عشان ما يجيليش. وفي نفس الوقت فلنفرض الطفل جاله، اعمل ايه؟ لازم اشخصه الصح. ازاي اشخصه؟ عن طريق ان انا اكشف عليه كلينيكيا واعمل له موجات فوق الصوتيه على قلبه عن طريق ناس خبيره في هذا، وبنتكلم عن ان احنا نعمل له المعامل اللازمه، بنقيس سرعه الترسيب وحاجه اسمها سي ار بي ومضادات الميكروب السبحي، ولو طالعين عاليين بدي العلاج المناسب للحمى الروماتيزميه. الطفل ده هوت ما ينفعش عند ناس كتيره جدا يشتكوا بمفاصلهم يروحوا للدكتور يقوموا عاملين له مضادات الميكروب السبحي لوحده، ده غلط، ده بيؤدي الى تشخيص خاطئ، لان مضادات الميكروب السبحي بتعلى بعد الالتهاب في الحلق. فلو هو مش هيعمل بقيه التحاليل ومش هيكشف على قلبه هيخلي الطفل ياخد حقنه من غير لازمه. فاذا لازم اعمل كل التحاليل واعمل الموجات فوق الصوتيه يبقى التشخيص متكامل، وبعدين اديله العلاج. العلاج بتاعه بيتمثل في علاج بالكورتيزون في الحاله الحاده، وبعد كده بنمنع ان النوبات تيجي تاني انه بياخد حقنه بنسلين طويل المدى. في مصر احنا بناخدها كل اسبوعين عشان عندنا البنسلين اللي عندنا لازم يتاخد كل اسبوعين، وبالتالي احنا بنقول للناس ان لازم التشخيص لازم يبقى صحيح، لكن تو ما الطفل يتشخص لازم يداوم على الحقنه لحد لما بيكبر خاصه. ولو هو عنده صمام في القلب متاثر يبقى بنكمل لحد سن ممكن لحد 40 سنه، لان احنا بنخاف ان الحمى الروماتيزميه ترجع تاني. لما بناخد الحقنه بمنع ان الحمى الروماتيزميه ترجع تاني، والناس بيبقوا كويسين جدا. يعني اوكي، ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، كان تشرفنا معاك. شكرا، ميرسي.